الإمام الصادق مر لقى له واحد يقول اللهم اغنني عن خلقك. قال له لا، هذا دعاء غلط، شلون يغنيك عن خلقه؟ انت ما تقدر تعيش وحدك، انت مدني بطبعك، انت تحتاج واحد ينسج لك الثوب، واحد يسوي لك الرغيف، واحد يسوي لك الواسطة النقل، واحد يبني لك دارك، وانت ايضا مهيئ بعمل من الاعمال ايضا تسهم في بناء الهيئة الاجتماعية. ما تقدر تستغني عن الناس، مستحيل تستغني عن الناس. قال له اذن ايش اقول يا ابن رسول الله؟ قال له قل اللهم اغنني عن لئام خلقك، اغنني عن لئام خلقك. فعلا يعني اللئيم بالواقع يحول الحياة الى كدر، يحولها للحياة الى كدر ومشقة وألم.